السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. احنا النهاردة جولتنا فين؟ جولتنا في دارك ستور، وتحديدا كده في الفرع اللي في ايه هايبر العجم ستور. عامل تخفيضات شهر ديسمبر او تخفيضات اخر السنة، عامل تخفيضات 20%، وهنشوف التخفيضات تاني اللي جوه. يلا بينا ندخل ونشوف التخفيضات. كده حاجات عاملة 20 جنيه، ده كده متخيلين ده كده عامل 20 جنيه، اي حاجة كده من هنا عامل 20 جنيه، ده كده برضو 20 جنيه. هي طبعا الاسعار دي ليه قبل الخصم، لكن كده اي حاجة من هنا كده الصفين دول كده، الصفين دول كده عاملين اي حاجة 20 جنيه. ده كده كل حاجات عاملة 20 جنيه بعد الخصم، دي كده كمان ب20 جنيه. كم ده؟ ده كده عامل 100 بعد الخصم 80، يبقى بعد الخصم 80 عشان الخصم ده 20%. الكوتشيات دي كده بعد 100 عاملة 80 جنيه. كده اشكالها، اشكال من تحت دي كده، السليبر كده هنا 15 جنيه، وهنعمل بقى خصم 20%، هيبقى بكام؟ ب9 جنيه. اي لا، هيبقى ب13 جنيه. هو 20 هيبقى بعد الخصم بكام؟ ماشي، هيبقى بعد الخصم 18. شوف الشقة اللي جنبها بالظبط بالتفصيل صح؟ وعلي كمان علامة دي، بس هو خفيها بقى. لا ده كده ب15 بعد الخصم، ده كده كان عامل 25 الابيضات دي، و15 كده بعد الخصم. اي حاجه من هم الابيضات دي كده 15 بعد الخصم، كانوا عاملين 25. دول كده عاملين 50 جنيه، يبقى بعد الخصم، خصم بقى 20%، يبقى عاملين كام؟ احسبوا بقى كده 20%. هو كل ده عند الكاشير، لما بنيجي ندفع عند الكاشير بيعمل لنا الخصم 20%، يعني ده ب50 جنيه، لما نعمل بقى خصم 20% يبقى بحاجة ب30 جنيه. صح؟ 40%، تبقى ب80. لا المية بقى أقل من 40 جنيه، يبقى 38 تقريبا. يعني هي كل الأشكال دي كده. كده ممكن تبقى عاملة
38 جنيه. اهي اللي انا جبتها من بايدك. تعالي كده عشان بصي. 20. دي بقى حاجات كده ليها رجالي. استنى عشان بتكلم انا. دي الحاجات الرجالي بقى. تخيلين الشوز ده عامل 20 جنيه. كده بصي. ده كده عامل 20 جنيه. ده كده 20 جنيه. اشكال دي كده كلها 20 جنيه بالشوز الرجالي. دولة. لكن دي كده عامله 100 جنيه. ده كده 100 جنيه. بعد الخصم 80 صح؟ بعد الخصم 80. ده كده الكرسي ده كده عامل 38 بعد الخصم. هو 50 يبقى كده 38 بعد الخصم. شايفين؟ 50 جنسات اللي في جي. انا مش شايفه زي كده. وما نجيبش على السلة دي. خلطة تجيب حاجات انا مش شايفه. لا حتى اللي هو 41 ويريح كمان. دي كده كلها 50 بعد الخصم. هي كانت ب 60 بعد الخصم بقت 50. كده كلها اشكال من الرجال ب 50 جنيه. يلا يا ستي. بطل انت عندك شنطه في فلوس كده من ورا صح؟ دي كده برضو 50 يبقى ب 60 يبقى بعد الخصم 50. دي هتقطع ما بقتش بحطها من ورا ما لسه مش دولار كده ب 85 دولار. دولار كده ب 100. الأشكال دي كلها ب 100 وبعد الخصم كده 80. بصي الكوتشيات دي 120 قبل الخط. كام دي؟ دي 120 قبل الخط. الكوتشيات دي كده 180. لا ب 20% تبقى ب 100 على طول. الكوتشيات دي كده هتبقى ب 100. دي كده كلها 120 هتبقى ب 100. الاشكال دي كده كلها تبقى ب 100 جنيه بعد الخصم. بصوا الاشكال الجمال. بصوا الجمال الابيض ده الكحلي والاشكال بتاعتها كلها. دي هتبقى ب 100 جنيه بعد الخصم. بصوا الجمال ده. ده كده كله 100 جنيه بعد الخصم. اشكال دي برضه. دول بقى ب 100 وكام؟ هيبقوا ب 100 بعد 150. ده عرض عليهم كده ان هم ب 100 بعد 150. دول كده ب 100 بعد 150. الوانتهم كلها اهي. بس التحفة ده 100 كده بعد 150. يبقى كده بعد الخصم كام؟ حاجة و30 38. كده كلها دي هتبقى بعد الخصم 38.
ده كده ب30 يبقى بعد الخصم بحاجة و20 بقى 22 تقريبا. دول كده يبقى ب28 بعد الخصم. ده برضو كده كوتشيات دي 150، لا اسفة، كوتشيات دي 120 بعد 200، كوتشيات دي عليها عرض 120 بعد 200 كده. مبصاش كده دي كده شايفة 120 دي بعد 200. حلو قوي. ده كده ب150 بعد 180. ده كده 150 بعد 180. دول برضو 150 بعد 180. ده كده 150 بعد 180. جاء أشكالهم هاي كلها. ده برضو 150 بعد 180. كده اي حزام ب20 جنيه ده ب15 استجدام، ده ب20، ده 25 جاش كمان. دول 25 ولا 180، ممكن بعد الخصم يبقى كده 150. دي اشكالهم كلها. بصي اشكال اللي تحت دي كمان تحفة. دول كده ب180، دول 150. الحاجات دي كده الاشكال دي كده 150. دولة كده 150، اشكال دي 150 بعد الخصم هتبقى 130 كده، بعد الخصم كده هتبقى 130. دولة 120 فبعد الخصم هيبقوا 100. حاجات طبعا كتيرة قوي، انا بحاول ان انا ايه ما اطولش الفيديو. دول 50 جنيه وبعد الخصم هيبقوا حاجة و30 بقى. دول 85، 85، لكن ده كده 40 جنيه و70 جنيه جنبه.